سليمة. عندنا الآن فعالية نظم منتدى الفكر العربي محاضرة بعنوان مخاطر العولمة وأثرها على الهوية الثقافية والسياسية. بنشوف هالتقرير، أعدنا يا زميلنا أحمد جابر وبنرجع. لتعزيز وتقوية الهويات الأيديولوجية الفرعية القائمة على الثقافة والأثنية والدين وتوسع الاقتصاد الرأسمالي وعولمة الثقافة، نظم منتدى الفكر العربي محاضرة بعنوان مخاطر العولمة وأثرها على الهوية والثقافة السياسية. الأمين العام للمنتدى الدكتور محمد أبو حمور أشار في كلمته أن العولمة كفكر وواقع لها تأثيرات وتداعيات متفاوتة شهدنا وسنشهدها في المستقبل، وعلينا التعامل بوعي شامل مع تحدياتها إزاء الثقافات وكذلك إزاء أدواتها الاقتصادية والسياسية الفاعلة. العولمة احنا لها مضار، ويجب انه احنا نجد المناعة عند جميع فئات وطبقات المجتمع حتى انه يكون عندهم المناعة لردء مخاطر العولمة. وهل العولمة انه لها منافع وبالتالي احنا يجب انه نغتنمها ونعظمها؟ صحيح انه يعني العولمة هل هي فرض لبعض النماذج الموجودة في العالم، وبالتالي يعني احنا نقول دائما اذا لم يكن لديك خطة فأنت جزء من خطة الآخرين. يجب أن يكون عندنا في الوطن العربي نوع من النموذج الخاص فينا حتى أنه نشارك في العولمة بدل ما نكون متلقين، أنه نكون مساهمين ومشاركين في العولمة وتبعاتها وآثارها سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو حضارية أو فكرية. صحيح أنه في منتدى الفكر العربي كمان إحنا قمنا بإصدار عدد من المواثيق، هاي المواثيق تم إعدادها بروية وبتأني الميثاق الاقتصادي والميثاق الاجتماعي وبصدد الميثاق الثقافي، إصدار ميثاق ثقافي ومن ثم بيئي وسياسي. هذه المواثيق بمجموعها تشكل في مجموعها مشروع نهضوي عربي. هذا المشروع النهضوي العربي هو على غرار النموذج الغربي اللي احنا قاعدين بنتابعه واللي احنا قاعدين نتلقاه ويعني احنا بنقلده. وإن أخطر ما تقوم به العولمة عن طريق أجهزتها الإعلامية والوسائط الاتصالية برأي الباحث السياسي محمد المعايع هو محاربة الأفكار وضرب الاعتقاد وتفكيك روابط التميز. لكن هذه العولمة تقوم على عدة مبادئ، منها العولمة الاقتصادية والعولمة السياسية والعولمة الثقافية والتكنولوجية، ومن ضمن العولمة العولمة الثقافية، ولها هذه الجزئية مخاطر كثيرة لأنها تهدف إلى الغزو الثقافي إلى العقول العربية. فمن خلال العولمة الثقافية هناك غزو فكري لجميع المجتمعات التي لا تعيل نفسها لعدم وجود مشاريع تربوية وثقافية ونهضة علمية تستطيع أن تطرح برامج ومشاريع تنافس فيها الغرب لتحصين أبنائها وأبناء ومقومات الدولة وثقافتها من مخاطر هذه العولمة. مخاطر هذه العولمة طالت النسيج الاجتماعي، فظهر كثير من ظواهر التطرف والإرهاب والتفكك الأسري والبطالة التي والظروف الاقتصادية السيئة والحالات الاجتماعية التي كانت في الأصل نادت بها العولمة من خلال العولمة الاقتصادية التي قالت أنه من خلال التوسع في مشاريع الاقتصادية وممثلة في خصخصة المشاريع ممكن أن نبني استثمار جديد يحل مشاكل البطالة وبالتالي نحل المشاكل المترتبة على القضايا الاجتماعية الأخرى. المشاركون في المحاضرة أكدوا على ضرورة تزويد المحاضرات وتكثيفها لتوعية المواطنين، حيث أن منهم مؤيدين ومعارضين لنظام العولمة. نشكر زميلنا أحمد جابر على التقرير. وقديش أثر العولمة سلبي على مجتمعاتنا من ناحية الانسلاخ عن الهوية الثقافية والاجتماعية. الطاقة الإيجابية وكيفية الحصول عليها، استضافتنا الثانية مع الدكتور عبد الله لشكري مدرب في الإيجابية وأسلوب الحياة الحديثة والتطلعات المستقبلية من دولة الإمارات، ولكن بعد الفاصل.